بدك تعملي كيكة وما تلحقي ما يصفى منها ولا قطعة، شوفي كيكة الأناناس كيف عملناها، كيكة باردة بدون فرن بهالشوبات هدول، تعالي شوفيها كيف طبقناها بأقل من 5 دقائق. مساء الخيرات، ميت أهلا وسهلا حبيبي فيكم بقناة مطبخ وحكايات إم جهاد. اليوم رح نعمل أطيب حلا، حلا بارد وسهل وسريع. رح نساوي حلا الأناناس، حلا خفيف كتير وما بده أي وقت، يعني بيتحضر معكم بسهولة وعلى السريع، بتحطوه بالبراد وهلأ مناسبته بهالشوبات. رح نجيب بسكوت، رح غطي البسكوت بالحليب وحطه شكل، بدي شكل طبقتين من البسكوت بالبايركس. عالسريع بدي غطهم وشيلهم واعملهم مثل ما قلت لكم طبقتين بالبايركس بهذا الشكل. اي نوع بسكوت ساده متوفر عندكم بيمشي الحال. وبعد ما عملنا طبقتين البسكوت هلا بقى رح اجيب علبه اناناس. ممكن تستعملوا علبه اناناس صغيره مره واحده، انا عندي علبه كبيره رح اخذ منها 10 قطع، وحط تقريبا ربع كوب من ميتها. اذا عندكم علبه الاناناس حطوا ميتها كامله مثل ما هي العلبه، بتصبوها بالخلاط. هلا انا بما انه العلبه عندي كبيره رح اخذ حوالي 10 قطع منها وشويه من المي حطهم بالخلاط. هاي اخذت الاناناس وهلا بقى مثل ما قلت لكم رح احط فوقهم ظرف من الكريمة الكراميل، هذا هو الظرف حطوه فوق منه، وبمقدار ربع كوب من مية الاناناس نفسها، ما لها احتاج سكر ولا شيء، شوي من المي كافيه بس لينخلطوا مع بعض. وبعد ما جهز معي الخليط انا رح احطه على النار بس 5 دقائق، يعني ما بدي يوصل لمرحلة الغليان، بدي هيك شوي يتقل مع الكريم الكراميل. اول ما لاحظت انه اخذ الحرارة بشيله وبحطه فوق طبقة البسكوت، يعني ما بيتجاوز ال5 دقائق على النار، على نار هادية حركه. وهلأ هيك لما بددوها حسيتهم حيبلشوا يغلوا طلقنتهم من النار، وهلأ بقى لحطهم فوق طبقة البسكوت مدن عليها بهذا الشكل بالأناناس والكراميل، مدن عليها. اي قالب اي بايركس انتو بتحبوا تاخدوا شكله تعملوا هذا الخليط. هلأ بقى رح دخلهم على البراد حوالي نص ساعة واتركهم لحتى بس شوي تتماسك مع بعضها، وبعدين بعمل الطبقة البيضة. وهلأ بقى رح نعمل الطبقة الثانية، محتاجين لفنجان من الحليب، حطوا كلهم بالخلاط بقى هالمكونات، ولحط ظرفين من كريمة الشانتيه الجاهزة، وهي بتكون الخام يعني على الأغلب فيها سكر فما رح نحط السكر، هي الحلو فيها كافي. لحط نص كوب من الحليب النستلي، محتاجة لعلبة من القشطة أي نوع بتحبوا تستخدموه، نوع القشطة ضيفوا لها. رح اضيف معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، وممكن انتم تستخدموا 8 مكعبات من الكيري او البوك او اي نوع متوفر عندكم من هدول الاشياء بتضيفون. وهلا بقى بدنا نخلطهم مزبوط. وهلا بقى شوفوا طبقتنا صارت جاهزه، انا بدي اياها بهذا الشكل تكون سميكه شوي. وهلا بقى طلعت من البراد بعد ما حطيتها حوالي اكثر من نص ساعه، كنت مشغوله شوي تقريبا ساعه اخذت معي، ورح نزل عليها هاي الطبقه البيضة اللي شكلناها شوي شوي، وما بياخذوا كثير بالبراد، يعني ما بدهم ليله كامله، حوالي ساعتين بكون ان شاء الله حلى الاناناس جاهز معنا باطيب واسهل طريقه، يعني صدقا تحضيره 5 دقائق ما اكثر من هيك بهذا الشكل. هلا بقى بس هيك نعملها لحتى تاخذ الشكله، ورح دخله ساعتين على البراد وان شاء الله بنشوفه وقت التقديم وبتشوفوا كيف شكله وطبقاته. يا جماعة هيك لما بتعملوا أكلة طيبة بيغدروا كل الأولاد، إن شاء الله عوافي على قلبه، أنا ما لحقت حطها والصبح بصحى بلاقيها بهذا الشكل، فقلت خلص رح أدارك الموضوع وعالجه وفرجيكم شكل النهائي، لأن يعني هيك شغلات ما بنقدر نضبطها بصراحة. رح حاول أقطعها بهذا الشكل وزينها وفرجيكم شكل النهائي. طلعت معنا ما شاء الله روعة، في طعمها غير شكل. الزينة بقى انتم مثل ما بتحبوا تزينوها زينوها، انا رح زينها بالاناناس
وكمان الشيء الطيب معه مثل ما بتعرفوا دائما بقلكم هو الفستق الاخضر الحلبي، انا كتير بحطه لمعظم يعني الحلويات بلاقيه ممتاز. لسه بدنا قطعه هون رح ادخلها، وانتو طبعا كيف بتحبوا بتزينوها. وهذا شكله النهائي، بقى رح نفرجيكم كيف طلعت معنا القطعة. بسم الله ما شاء الله، شوفوا القطعة، شوفوا شكلها كيف طبقاتها تاخذ العقل، وطعمتها غير شكل. بسم الله حتاكلوا منها ما حتشبعوا. هذا هو طبقاته، البسكوت والطبقة الثانية الكريمة كريم كراميل، والطبقة الثالثة البيضة. ما بوصف لكم الطعم، طعم رائع كأن عم تاكلوا كيكة، كيكة بالأناناس. إن شاء الله لليوم تكون وصفتنا عجبتكم، لا تنسوا المتابعة والاشتراك، بالصحة والعافية.